بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، سلام الله عليكم احبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سوف اشارك معكم واحدة من الاسرار الجديدة في الواتساب، ليس فقط الواتساب بل يمكن لك تطبيق هذا الامر في مجموعة من التطبيقات الاخرى مثلا تيليجرام الى غير ذلك. هذا السر مفيد بشكل كبير وكبير جدا، فعندما تفتح مثلا الواتساب وتريد يعني مثلا حل معادلة معينة رياضية معينة، أو تريد معرفة معلومة معينة، أو تريد أيضا مثلا معرفة الطقس في مدينتك لليوم والأيام المقبلة، أو الطقس في أي مدينة حول العالم، تريد مثلا كنموذج أن تشاهد فيلم معين ومعرفة معلومات حوله، تريد مثلا أن تحصل على أي صورة معينة، مجموعة 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 من الأشياء التي هي مفيدة صراحة. سوف نشرح كيف تقوم بتفعيلها. أولا حتى تقوم بتفعيل هذا الخيار وهذه الميزة الجديدة فسوف أشرح ذلك في الأخير، سوف تجدون رابط أسفل الفيديو. فمثلا أنا أريد أن أعرف معلومة أو أريد إرسال معلومة لشخص معين حول مكان معين أو شيء معين يخطر في بالك. مثلا أعطيكم نموذج موروكو كنموذج، موروكو سوف تضع اسم الشيء الذي تريد البحث عليه، ثم تقوم بوضع مساحة مهم جدا وتضع الروباسك، ثم تقوم بكتابة ويكي اختصار ويكيبيديا، ولاحظوا معي سوف تجدون يعني المعلومات حول الشيء الذي بحثت عليه باللغة العربية المغربية لغير ذلك. سوف أشرح لكم كيف تقوم تفعيل يعني اللغة العربية في هذه الأشياء. هذا نموذج بسيط أحبابي في الله. مثلا أريد أن أعرف كنموذج مثلا حل لمعادلة معينة رياضية، مثلا 8 حل معادلة بسيطة، مثلا 8 زائد 5 كنموذج أو 4 تساوي 12 كما سوف تشاهدون. هذا نموذج بسيط، فيمكن لك كتابة المعادلة الرياضية ثم الرباس دائما. لكن الحين سوف تضع كالك يعني كالكولاتور، كالك يعني اختصار لكالك، لاحظوا معي سوف تجد يعني النتيجة. ثم أيضا يمكن لك معرفة أيضا مثلا فيلم معين، مثلا كروز كنموذج، ثم تضع يعني الحين الروبوت وتضع EMBD يعني هذا خاص بالأفلام. علينا هذه الأكواد سوف تجدونها، سوف نشرح في الأخير جميع الأشياء التي يمكن لك أن تحصل عليها. EMBD كما سوف تشاهدون أو EMBD عفوا. ثم لاحظوا معي سوف يعطيك معلومات حول الفيلم الذي بحثت عليه، السنة، المخرج إلى غير ذلك مع مجموعة. والجميل أنه يعطيك يعني أيضا الرابط لمشاهدة، لاحظوا معي عندما سوف تضغط الرابط سوف يأخذك مباشرة إلى الصفحة، ثم تضغط على Add to Watch List كما سوف تشاهدون. من هذه الصفحة أيضا يمكن لك يعني مشاهدة الأفلام أحباب في الله. هذا كان نموذج بسيط أيضا. طيب ميزة أخرى عفوا أحباب في الله، مثلا أريد أن أبحث عن الطقس في أي مدينة، مثلا برشلونة كما سوف تشاهدون كنموذج، يمكن لك كتابة أي مدينة، ثم أضع الحين الروباسك، ثم أقوم بكتابة فوركاست، ثم أنتظر قليلا. لاحظوا معي بأنه يعطيني الطقس يعني اليوم 16، فالطقس سوف يكون يعني 2 درجة يعني كما سوف تشاهدون، وفي الليل عفوا يعني النهار الحرارة الخاصة بالنهار 11 و2 يعني في الليل إلى غير ذلك. الأيام المقبلة سوف تكون باردة يا ويلي إلى غير ذلك كما سوف تشاهدون أحباب فينا. بالتالي هذه واحدة من الأسرار الجديدة بالمناسبة التي يمكن لك القيام بها. هذه الأكواد سوف تجدونها عليهم، سوف نشرح كيف تقوم بتفعيل هذه الميزة. ففقط افتح هذا التطبيق الجديد ثم سوف تجد الأكواد، يعني سوف يعطيك الأكواد تمر، يعني هذا الكود خاص بكذا كذا، هذا الكود خاص بكذا كذا، هذا الكود خاص بكذا كذا، إلى غير ذلك. حتى تحفظها يعني اكتبها في ورقة أو احفظها، ثم سوف يدخل لك إلى صفحة بهذا الشكل. وهنا مثلا إذا كنت تريد تغيير اللغة في ويكيبيديا حتى تستطيع دائما يعني أن تظهر لك النتائج باللغة العربية فتختار اللغة العربية، سوف تأتي يعني بالإنجليزية. ومجموعة من الإعدادات الخاصة الأخرى كما ذكرت يعطيك البحث عن الصور في بينج يعني محرك بينج،
بحث عن الصور يعني في هذا التطبيق أو هذا الموقع المعروف بالخاص بالصور المتحركة، فقد عبرت الأكواد التي سوف تجدونها بعد فتح هذا التطبيق، فقد قم بفتحه وخلاص. يعني الحين يمكن لك استعمال الواتساب والبحث عن أي معلومة، نفس الشيء بالنسبة للتطبيقات الأخرى أحباب في الله. أعتقد بأن ميزة رائعة جدا سوف تفيدكم، وأراكم حتى لا يكون الفيديو طويل في الدروس المقبلة. سأستودعنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا على موقعنا www.5.com وليما موسوعتنا على فيسبوك facebook.com/5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 .